السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناتكم ثقافة ومنوعات. إذا كانت هذه أول مشاهدة لك أدعوك إلى الاشتراك في القناة، أما إذا كنت من الأصدقاء فأتمنى أن تنزل إلى أسفل وتضغط على لايك للفيديو. لايك مهم جدا من أجل استمراري وبذل مجهود أكثر، خاصة التعليقات الإيجابية صراحة أنتم لم تقصروا إطلاقا. نبدأ كما الجاهد معي هنا العديد من التطبيقات وتقوم بعمل تأثيرات العين أو لون العين. سوف نقوم بعمل هذا التأثير ببرنامج الفوتوشوب وكيف نقوم بعمله. كل ما عليك فعله هو فايل وفتح الصورة التي تستطيع أن تحملها من أي موقع من بين المواقع التي تطرقنا إليها تمنحك خدمة الصور المجانية من دون حقوق. فقد سبق وأن قمت بحلقة أجمع فيها حوالي 25 إلى 30 موقع يمنحك خدمة الصور المجانية. بعد ذلك أفتح برنامج الفوتوشوب، أفتح الصورة بشكل عادي، أتي إلى هذه الأيقونة أو الخيار، ثم أتي إلى Brightness. بعد أن أقوم بفتح Brightness أقوم بالتكبير بهذا الشكل، وأعتقد 65 مناسبة هكذا جيدة. ثم أقوم بالغلق، أختار الطبقة الخاصة بال Brightness، بعد ذلك Alt and Delete. Alt and Delete كما تشاهد معي هنا. أختار البراش تول، أتأكد أني مختار البراش الناعمة وليس التي يكون فيها الهاردنس 100%، أو حتى إذا اخترت الهاردنس 100% هذا ليس مهم أو ليس هناك مشكل. Alt ويمين يسار وأعلى وأسفل، وأقوم بجعل الهاردنس 0. بعد ذلك أقوم بعمل هكذا بهذا الشكل. يجب أن تكون الطبقة، أضغط على إكس لتغيير الطبقة، الأبيض في الأعلى والأسود في الأسفل. بعد ذلك أضغط بهذا الشكل هكذا. لقد أخطأت، ولقد أخطأت متعمد، حتى أريك كيف تتصرف عندما تخطئ. عندما تضغط تخطئ، كل ما عليك فعله هو عكس الطبقات وبهذا الشكل وتقوم بالمسح. أمسح من هنا من الوسط، فغير منطقي أن يكون التلوين في الوسط. بعد ذلك نفس الأيقونة Head and Saturation، أقوم بعملها مميزة بهذا الشكل. بعد ذلك أقوم بالإغلاق مرة أخرى، أحدد طبقة الـ Head and Saturation، Alt and Delete أو Alt and Backspace، السهم الذي ترجع به إلى الخلف. بعد ذلك تقوم بنفس الأمر، أتأكد أن الطبقة بيضاء من الأعلى والسوداء من الأسفل، عكس دائما ما يوجد في اللاير، حتى تقوم بالتحديد أو الرسم. بعد ذلك نقوم بالاختيار بهذا الشكل. نقوم بالعكس مرة أخرى هكذا، فغير منطقي أن يكون خارج عن الحدود.
بعد ذلك أقوم بعمل الآتي، أضغط مرتين هنا بهذا الشكل، وتستطيع أن تتلاعب باللون الذي ترى أنه مناسب هكذا، وفي كل مرة تستطيع التغيير بالشكل الذي تريده أنت. Colorize، وكما تشاهد معي هنا فقط هذه هي الصورة بالذات دارك، والأمر لم يأتي بشكل جيد. مرة أخرى أضغط مرتين هنا، وتستطيع أن تعدل كما تشاء بهذا الشكل. في هذه هي الصورة التعديل ربما كان أفضل في هذا المثال، ولكن الأمر لا يختلف، فقط تعدل ونفس الخطوات السابقة التي أريناك. ربما أنت تشاهد التغيير في الألوان، وفي كل مرة تغير اللون كما تريد. إلى هنا تكون حلقة وموضوع اليوم قد انتهى. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، لا تنسى الضغط على زر اللايك إذا عجبك الموضوع، تعليق تحفيزي، واشترك في القناة إذا كانت هذه أول مشاهدة لك لقناة ثقافة ومنوعات.